أكيد الشباب العربي ما عندوش أي فكرة عن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. تعالوا بينا شافكي ولانا نعرف المشاهدين بهذا اليوم من خلال هذا التقرير. يقف الشعب الفلسطيني شامخا فوق أرضه منذ فجر التاريخ، معتزا بحضوره الحضاري ومساهماته الإنسانية. فأريحة الفلسطينية هي المدينة الأقدم المأهولة بالسكان حتى يومنا هذا. جابهت وأخواتها كل الغزاة ورحلوا جميعا وبقيت فلسطين. مسيرة الكفاح الفلسطيني مجبولة بتكوينه الفطري، فمهد رسالات الله السماوية فيها وأقدس بيوت الرب عليها، فجلبت دوما الأحرار إلى محرابها متضامنين وزائرين وضيوفا محبين. ليتداعى العالم أجمع منحازا إلى الحق ورافعا راية شعب نازل كل الطغاة حفاظا على قيم الله والإنسانية، لتقرر الأمم المتحدة يوم 29 من تشرين الثاني يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني. تقام به الاحتفالات والنشاطات الرسمية بداية من مقر الجمعية الأممية في نيويورك وصولا إلى كافة أركان المعمورة، حيث يوجد فلسطيني عاشق أو متضامن وفي. تسعى الأمم المتحدة في هذا اليوم إلى توعية الرأي العام بقضية فلسطين وتركيز اهتمامه على حقيقة أن قضية فلسطين لم تحل بعد، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعيات العامة، وهي الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أبعدوا عنها. يرفع في هذه المناسبة علم فلسطين في الأمم المتحدة، ويتحدث رئيسها ورئيس دولة فلسطين والعديد من الزعماء والمؤسسات والكيانات الدولية، وتتحرك شعوب العالم لتؤكد جميعا أن هذا الشعب يستحق الحياة ويستحق الحرية، فهو أقدم حارس لها وما يزال يقدم تضحيات الجسام إيمانا منه بحقه الذي يدعمه في العالم أجمع في وجه جبروت القوة الذي لن ينال من تشبث الفلسطيني بأرضه التاريخية ومستقبل أبنائه الذين سيرفعون علمهم وأقمار تاريخهم المنير فوق مقدساتهم وصروح دولتهم المشيدة مع وقف تنفيذ الباطل لها ولو إلى حين.